ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ومن كفر فإن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم وصينا
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت Thank you.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وإلى الله عاقبة الأمور ومن إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطر
بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض ملك تجري في
ما في الأرض
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.